يعطيكم العافية أحمد وحسان. المرة الماضية حكينا تشكيلة الفانتزي للمبتدئين والخبراء، أعطينا اقتراحات وخيارات في خط الدفاع وفي مركز حراسة المرمى. حاليا حاب تعطوني أنتوا اقتراحاتكم ونبدأ من عندك حسان، اقتراحاتك لخط الوسط. طبعا في البداية مشان نكون متفقين على الطريقة، إنه أنت كم لاعب بتفضل في خط الوسط وشو خياراتك للاعبين؟ يعني تعطيني أسماء وعلى إثرها تمام. أفضل 5 لاعبين في خط الوسط. طب إيدك على الكاميرا خلني أشوفك. تعال. تمام، أفضل 5 لاعبين بخط الوسط. أولهم طبعا طيب محمد صلاح، تمام، ومع كاي هافارتس، مع يعني هذول، مع رياض محرز. تمام، طبعا في بداية الجولات يعني الموضوع راح يختلف في قادم المباريات. تمام، نتكلم عن 5 جولات تقريبا. تمام، محرز مع محمد صلاح مع كاي هافارتس، هناك أيضا لاعبين جيدين أسعارهم متوسطة مثل سار لاعب واتفورد، مثل بالرحمة لاعب ويست هام، وراشيكا لاعب نوريتش سيتي، ماديسون لاعب ليستر سيتي طبعا، من أو ماونت لاعب تشيلسي. من بين هذه الأسماء يعني ممكن تختار صحيح توجد توليفة مناسبة جدا يعني. صحيح تمام. أحمد فيما يخص لاعبة الوسط، حسب رأيي يعني من لاعبة الأسعار المرتفعة راح أختار برونو فرنانداز، ولن أتسرع في اختيار صلاح من الآن، لأنه في التحضيرات شاهد بأن ليفربول لا يعني لا زال يسير على خطى الموسم الماضي، لذلك مشاكل لن أتسرع بجلب صلاح، وبالعكس راح آتي بيوتا. لماذا يوتا؟ حتى يعرف الناس سبب اختياري ليوتا، يعني على الأقل أنت ليفربول لست متأكد من وجوده في الفورمة، تغامر بلاعب سعره 7.5، وليس مثل لاعب سعره 12.5، وبالمقابل راح أجلب برونو فرنانداز اللي أعتقد أنه راح يكون عنده بداية نوعا ما ليست صعبة، راح ممكن يتألق. إذا قلنا عندي برونو فرنانداز، عندي يوتا، محرز بطبيعة الحال بإصابة فودين، ودي بروين راح يكون دي أساسي بروين. بطبيعة الحال، أول 3 4 جولات راح يكون أساسي محرز. عندي كذلك بن رحمة ب6 مليون، كذلك خيار مميز جدا. ويبقى اللاعب الثالث، هذا يعني راح يكون حسب الدفاع والهجوم، لأنه حسب الأسعار اللي متبقية. حسب السعر اللي بيظل معك. صح، حسب السعر. إذا راح أجلب يعني لاعب سعر متوسط، أنا أفضل اللاعب بارنز من ليستر سيتي، أو اللاعب لاعب راشيكا من نورويش، رغم أن نورويش بداية نورتش جدوله صعبة صعب جدا، يا ميدو. راح تكون صعبة جدا، راح تكون صعبة جدا. وممكن جدا سانشو، أجلب سانشو، لكن راح أغامر بلاعب في الهجوم أو في الدفاع، لأنه سانشو 9.5، صحيح، 9.5. انا بشوف الصراحة سانشو بكير عليه، يعني لسه تنشوف كيف اللاعب وضعه في الدوري، بس خيارات الصراحة محترمة. تفضل حسان. على ذكر سانشو، يعني أنا حاب أضيف نقطة، فاتني اسم جرينوود. جرينوود خيار ممتاز جدا. كافاني كان يلعب في بطولة الكوبا أمريكا، فصعب جدا إنه يبدأ الموسم بفورمة، ممكن ياخذ راحة أكبر. راشفورد مصاب، هذا يعزز إنه جرينوود هو اللي راح يلعب مهاجم، وكان خلال التحضيرات ممتاز جدا، وأيضا خلال الموسم الماضي كان رائع جدا. يعني هو يلعب مهاجم وموضوع بين الجناح لاعبين خط، بالضبط بين لاعبين خط الوسط. جرينوود أشوفه أهم من صلاح، أهم من محرز، أهم من هافرت. أنا بالنسبة لي لما وضعت تشكيلتي، أول لاعب اشتريته في خط الوسط هو جرينوود. جميل. كذلك نقطة أخرى، ما دام نتكلم عن الوسط، هناك نقطتين ننبه عليهما لاعبي الفانتازي حينما يختارون التشكيلة. النقطة الأولى التي نتكلم عنها هي راشفورد، نعم الآن مصاب، لكن في قادم المنافسة راشفورد هذا الموسم لاعب وسط، عكس الموسم الماضي. الموسم الماضي كان مهاجم، مهاجم الموسم اللي قبله كان لاعب وسط، هذا الموسم راشفورد راح يكون لاعب وسط، ولذلك أقول أنه راح يكون خيار مميز جدا، لأنه هو مهاجم ويكون في الوسط، راح أكيد تحصل على نقاط كبيرة إذا ما سجل، وكذلك إذا ما مرر. نقطة كذلك أخرى وهي دالاس،
حذاري ثم حذاري ثم حذاري من دالاس، لأنه دالاس البعض حينما يأتي يختار التشكيلة يجد دالاس من حيث التنقيط الخامس في الترتيب. يا جماعة لا تغتروا بهذه النقاط، لأن هذه النقاط معظمها من الكلين شيت، وهذا الموسم دالاس ليس مدافع بل هو لاعب وسط، ولذلك لن يتحصل على نصف النقاط التي تحصل عليه الموسم الماضي. خاصة كلكم تعرفون أن ليدز ليس ذلك الفريق الذي يسجل دائما ويتألق دائما. تمام، هسا في التفاصيل انه كيفية اختيار مثلا اللعيب وتنقيط اللي انت ممكن تستفيد منه وسط هجوم، هذا تكلمنا عنه، بيقدر اي شخص متابع برجع للفيديو الاول في فانتزي تكلمنا عنه تفاصيل كيف النقاط بتتوزع وعلى اي اساس انت اختيارك للاعبين بالاساس من فرقهم. حاليا بدي اشوف خياراتكم في الهجوم، كم بتفضل؟ طبعا عندك خمسة مثلا وسط، انا بدي افترض انه انت بدك تلعب في ثلاث مهاجمين او مهاجمين اثنين، ايه اعطيني كم مهاجمين اثنين واعطيني كثلاث مهاجمين من عندك حسان. بالنسبة لي المهاجمين ما أفضل أن نوضع أرقام كبيرة جدا، يعني بالنسبة في مركز المهاجمين أفضل أضع في خط الوسط أكثر، كون خط لاعب خط الوسط يحصل على نقاط أكثر من لاعب الهجوم، سواء كان إنه يحصل على نقطة كلين شيت، وتعرفون هذا الموضوع تحدثنا عنه في وقت سابق. لذلك أنا أفضل خيارات خط الهجوم تكون لاعبين أسعارهم من ثمانية، ما بين 8 مليون وما بين 6 مليون، يعني مثل عندنا بامفورد، مثل انت شو خياراتك؟ بالنسبة لي أنا اخترت هيناتشو رقم واحد، أول واحد اخترته لاعب ليستر سيتي كان متألق خلال الموسم الماضي، صحيح. أيضا ما بين واتكنز أو هيناتشو مع واتكنز، إنجز. هل تفضل محمد. إنجز بقول لك في أستون فيلا إنجز برضو ما في بالخيار. خيار ممتاز، أيضا خيار ممتاز، أستون فيلا فريق هجومي وقوي جدا على الأطراف، ممكن إنجز إنه هذا الموسم، يعني هو بالأساس دائما كان متألق فانتازيا، ممكن إنه هذا الموسم شاهد حتى أكثر من الموسم الماضي، لكن أنا يعني بالنسبة لي قاعدتي بالفانتازي بناء على وفرة الأسماء اللي موجودة في خط الوسط على حساب خط الهجوم، أنا أفضل إنه تلعب بمهاجمين بشكل أكبر يعني. تمام، ترشيحك اعطيني اسمين هسه في الهجوم، الاسمين اللي انت بتفضلهم. مبدئيا هيناتشو هذا أكيد بالنسبة لي، واتكنز رقم 2. لطيف، لا حلو حلو. احمد انا اشوف محمد، انا راح اعطيك احتماليتين، لماذا؟ لان خططي انا حسب عندك كين، فريقين، لا لانه لا عندك لا فريقين. ليس فريقين بل خطتين حسب كين. اذا كين ذهب تمام، الى مانشستر سيتي، راح يكون اول خيار عندي في التشكيله، كين راح يثبت، لانه مع مانشستر سيتي اعتقد انه كين راح يكون يعني راح يسجل العديد من الاهداف، لانه كلكم تعرفون الهجمات التي يتحصر عليها مانشستر سيتي في اللقاء. صحيح، صناعة عندما اختار كين ساكون مضطرا لان العب بمهاجمين الحرب فقط محرز. بطبيعه الحال، عندما اختار كين ساكون مضطرا لان العب بمهاجمين، لانه سعر كين 12 مليون او 12 ونصف مليون، هو سعر كبير جدا، وساختار بجنبه اللاعب انطونيو. اما اذا لم اجلب كين وكين بقي مع توتنهام، او على الاقل في بدايه الموسم، لانه كين الى الان لا نعرف اين سيلعب، صحيح، ساختار ثلاث مهاجمين هم انطونيو هم اينجز وكذلك لاعب برنتفورد توني، لانه برنتفورد طيب. عنده لقاءات متوسطه الى جيده، واشعر واتوقع انه راح يسجل هدفين أمام أرسنال في لقاء الافتتاح يوم الجمعة. توقع نعم. تمام، انا والله بدي اعطي خيارين برضو، الناس شوي ممكن مش مركزين. ويلسون اللاعب كان الموسم الماضي كل ما يشارك يعمل يساهم في الاهداف بشكل كبير، ويلسون غيبه الاصابه وراجع. عندك ريتشارلسون هو شايل هجوم ايفرتون، اتوقع غايب كالفرت لوين، فبرضه خيارات منطقيه واسعار ترى بالمعقول، يعني 7.5، 7 7.5. لكن محمد ريتشارلسون لاعب الأولمبيات، يعني لاعب الكوبا ولاعب الأولمبيات،
متوقع ما يبدأ الموسم. والله ما بعرف، انا من اصابه كالفرت لوين برضو لا تشجعت انه ريتشاردسون ممكن يكون له بصمه، بعدين جدولهم حسان ترى مش صعب، هو برضو الجدول يعني انا شايف اتفق معك الصراحه، استون فيلا خصوصا لهم اول 3 مباريات اللي بيقدر يكون عنده 3 لاعبين من استون فيلا ما يقصر، جدولهم بدايه الدوري سهل او بالمتناول خلينا نحكي. فيما يخص ويلسون، محمد ويلسون الموسم الماضي نعم كان خيار، لماذا؟ لأنه كان سعره 6 مليون، هذا الموسم ويلسون 7.5، حسب رأيي أنا 7.5 على مهاجم في نيوكاسل أعتقد كثير. هو لأنه فريق عقيم. لا، لأنك عندما الموسم الماضي عندما تجلب ويلسون ب 6 مليون أكيد كان عندك توفر 1 مليون 1.5 لمهاجم آخر أو للاعب في الوسط، الآن 7.5 كثير كثير جدا يعني. الله وكيلك، 1.5 بتركهم في البنك. لا، لكن انت اذا جبت، شوف، لو نتكلم لي عن البنك، البنك دقيقة، هذه تفصل الميكرو، ذهب لي. لا خلاص عادي كمل، مكملين الفيديو، لا تقول لي لا دقيقة ولا دقيقتين، لا، المايك. فيما يخص البنك يا محمد، البنك انا انصحكم بلاعب واتفورد، لاعب واتفورد بيدرو، جواو بيدرو، لاعب ممتاز جدا، لاعب مميز، هداف، يمكن لكم ان تستغلوه في الذكاء، سعره 5 مليون على ما اعتقد. عندك كذلك لاعب لم نتكلم عنه في الوسط، الان تذكرته، صار سعره 6 صار مليون، لسه بدي احكي لك، صار هداف في وسط هداف، واتفورد. اللاعب مهاجم، اللاعب مهاجم مع واتفورد، وفي اللعبه يعني واضعينه في وسط الوسط. عندما كان واتفورد الموسم قبل حاج الماضي في هنا لك الفرق، حاج كان ديني حضرت هو المهاجم. وحسن دقيقة، عندما كان الموسم قبل الماضي واتفورد، كان ديني هو المهاجم. النجم صار الموسم الماضي ديني كان لاعب احتياطي وصار هو المهاجم. هذه يعني معلومة فقط لمن لم يتابع واتفورد الموسم الماضي، صار هو مهاجم فريق واتفورد وليس واللي ما ديني. تابع حسان، واللي ما تابع حسان قبل شوي قال ما انت كنت بلشان في المايك، شو بدنا نعمل معك يا احمد؟ بس يا عم احنا ضيوفك ما بنسترجي نحكي معك. حبايبي الله يسعدكم ويعطيكم العافيه، وان شاء الله يعني بنكون على الاقل قدمنا اضافه وفائده للي بيتابع الموضوع هذا، وفي قادم الاسابيع مع الاحداث اللي بتصير ان شاء الله بيكون لنا لقاءات حول التبديلات التغييرات إن شاء الله في لعبة الفانتسي، وتصبحوا على ألف خير.